الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. دكتور عوض مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك فندم. منذ قليل كان في اجتماع مع سيادة الرئيس مع حضرتك، كان في مجموعة من توجيهات سيادة الرئيس، مهم نعرف إيه اللي حصل في هذا الاجتماع. طبعا سيادة الرئيس مشكورا ناقش عدة موضوعات. طبعا في مقدمتها الحالة الوبائية بتاع فيروس كورونا في مصر والإجراءات اللي بتتخذ وضمان توفير كل الأدوية والمستلزمات والأجهزة، ضمان إتاحة الأماكن لاستيعاب أي حالات متزايدة أو محتاجة رعاية مركزة أو محتاجة تدخل بالتنفس الصناعي. نعم. وكان التوجيه على الأماكن، بعض الأماكن اللي فيها يعني كثافة الاستيعاب للحالات، يبقى في أماكن بديلة جاهزة لاستيعاب الحالات الأكثر من كده. بحس مهم جدا ان المريض او اهله او وسائل النقل زي الاسعاف ما تجدش صعوبة في وصول المريض الى اماكن العلاج باقصى سرعة ممكن. نعم. الناحية الثانية توفير طبعا اللقاحات، زي ما حضرتك شايفة في لقاحات متوفرة بكميات كبيرة ومن مصادر متعددة. وفي ايضا نوع من التدفق لهذه اللقاحات، واحنا بنهدف ان شاء الله نتحقق هذا، يعني نصل إلى 40% من السكان بنهاية هذا العام. نعم نعم. طيب هبدأ مع حضرتك دكتور عوض تاج الدين بعد إذنك بأجهزة التنفس اللي اطمن عليها سيادة الرئيس الصناعي. هل هي متوفرة؟ هل موجودة بوفرة في مصر؟ إن شاء الله يا رب ما نحتاجهاش، بس دايما سيادة الرئيس بيحب يطمن ويطمن الناس. طبعا متوفرة عددا ومتوفرة في احتياط استراتيجي كافي جدا. وأماكن تقديم الخدمة موجودة في كل أنحاء مصر، سواء مستشفيات الجمعية أو مستشفيات الصدر أو بعض مستشفيات العمليات، بحيث في رعايات مركزة اللي هي متخصصة في التعامل مع حالات الجهاز التنفسي، هي متوفرة جدا الحمد لله لحد الآن. وأيضا زي ما قلت لسيادتك هناك احتياط استراتيجي. نعم. ويمكن قبل هذا وبعد هذا أستاذ عزة، ان احنا الحمد لله عندنا الكوادر البشريه المؤهله للتعامل مع هذه الاجهزه. نعم نعم. وبالتالي عندنا عنايه مركزه كافيه برضو، لا قدر الله لو حصل اي تطور فهي موجوده ايضا. ايوه مظبوط مظبوط. طيب مع الشركه اللقاحات، يعني كل المعلومات بتقول ان احنا عندنا كم موجود؟ تفضل. ايوه فندم. عندنا كم من اللقاحات يغطي المستهدف للناس اللي المفروض تاخد الفاكسين؟ شوفي حضرتك، يعني بدايه احنا اللي خد الفاكسين حتى الان احنا ادينا 33 الى 34 مليون جرعه. نعم. منهم 22 23 مليون خدوا الجرعة الأولى، والباقي الفرق من 34 خدوا جرعتين. تمام. فدول خدوا التطعيم فعلا. المتاح حاليا 72 مليون جرعة. تمام. سواء الكمية الطعوم المستوردة أو التي تنتج محليا. محليا. وجميع أنواع اللقاحات اللي موجودة في العالم متوفرة عندنا. نعم. نعم. دكتور عوض، سيادة الرئيس طلب تسهيل الإجراءات لتيسير حصول المواطنين على اللقاح. مظبوط يا فندم. ممكن يبقى التيسير في سكة إيه؟ تيسير بحيث إن اللي عايز ياخد اللقاح بيروح أحد مراكز إعطاء اللقاح اللي هي توصل حالياً قربت من 1390 مركز في أنحاء الجمهورية. هل هتزيد الفترة اللي جاية؟ اتعمل مراكز متنقلة. نعم. واخيرا اتعمل بعض المراكز في بعض محطات المترو الكبيره. نعم. بحيث اي واحد عايز يحصل لقاح يقدر يروح ياخده حضرتك بسهوله جدا ويسرع. نعم. بدون اي معوقات ودون الحاجه للتسجيل المسبق للحصول على هذا اللقاح. دون الحاجه للتسجيل المسبق. كل المطلوب يبقى معاه الاي دي بتاعه. رقم القومي بتاعه عشان يسجل، يبقى عارفين مين اللي خد اللقاح. واحنا نسجله على السيستم بعد كده. نعم. طيب لانه الكلام ده اتصور انه جديد دكتور عوض. انه يعني هو دي تعليمات بقى لها فتره.
نعم. وبدأنا بيها يوم ما صدرت التعليمات أو التوجيهات إن إحنا نبدأ إن طعم كل منسوبي الجامعات المصرية سواء أعضاء التدريس أو طلاب أو عامدين ومنسوبي التعليم ما قبل الجامعة كله إن هم السادة المدرسين والسادة العاملين والمساعدين فإحنا بدأنا في هذه التسهيلات حتى تتاح إعطاء اللقاحات بأقصى سرعة لأكبر قدر ممكن منهم وإحنا بدأنا هذا من قبل الدراسة ما تبدأ في 9 أكتوبر الماضي. طيب خلينا نأكد على الناس مرة تانية والمواطنين مرة تانية سيادة الوزير ونقول لهم يا جماعة حد ما الطعامش يروح بالبطاقة بتاعته، المهم يبقى الرقم القومي وتبقى البطاقة سارية، يروح على أقرب مكان بالنسبة له فيه تطعيم لكورونا وبالبطاقة هيطعم. تمام، لازم نأكد على المعلومة. تمام، وهي ده بدأ فعلا. نعم، بس يعني دايما أنا مش براهن على أن الناس كلها عرفت المعلومة، فمن وقت للتاني لازم نفكرهم والإعلام الله يخليك يعني يوصل هذه المعلومة، ودي نقطة مهمة جدا. نعم. طيب سيادة الوزير، هل ممكن يبقى أنا عدت أفكر سريعا بعد ما قريت الخبر، قلت ممكن مثلا نستهدف النوادي، نستهدف مراكز الشباب، هل ده وارد؟ مراكز الشباب موجودة فعلا، تجمعات موجودة فعلا، فكل دي متاحة حاليا يعني وفي مؤسسات كاملة يعني بيتم تطعيمها بالتنسيق مع الجهات اللي بتقع في لقاحات وزارة الصحة. نعم، بحيث الفرق الطبية بتيجي طعم مجموعة كاملة في وقت واحد أو في يوم واحد، وده حصل. نعم، فعلا وما زال يحدث. صحيح صحيح. امتى سيادة الوزير هيبدأ تطعيم الأطفال اللي هم دون سن 18؟ لأنه ده رقم كبير. لا، شوفي حضرتك، هم خلينا نقسمها شقين. الشق الأولاني اللي هم أقل من 18، طلاب الجامعة دخلوا السنة دي في مجموعة منهم أقل من 18 سنة. نعم، دول هيتم تطعيمهم السنة دي دلوقتي. أو بدأ فعلا تطعيمهم. الشريحة الأخرى اللي هم طلاب الثانوية العامة أو التعليم الفني أو التعليم الأزهري اللي هم ما بين 17-16 هيتم تطعيمهم. نعم، في فئة أخرى اللي هي من سن 5-11 دي طبعا سيادتك بيدرس الموضوع بعناية من حيث فعالية اللقاح، أنواع اللقاحات التي سوف تتاح، أمان هذه اللقاحات، الجرعة اللي تؤخذ، عشان بعد كده يبقى دي شريحة تانية يتم تطعيمها بعد ذلك. إنما الأقل من 18 يعني من 12-18 أو بالأحرى من 16-18 اللي هم طلاب الجامعات اللي دخلوا السنة أولى السنة دي. أيوة. أو طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها في التعليم ما قبل الجامعة. تمام، هو ده المستهدف. أقل من كده ملوش تطعيم؟ لا، لسه شوي. لسه شوي. طيب، مش عايزين نقول ملوش، يعني هو ليه إن شاء الله، بس الموضوع بيدرس بعناية شديدة. نعم، لأن لسه لم يتاح عالميا لكل هذه الفئات، يمكن دولة أو الاثنين اللي بدأت. ولازم زي ما قلت لحضرتك التأكد تماما من الجرعة المناسبة، لأن بيتكلموا النهاردة على تلت الجرعة للكبار. يعني لما نقعد نفكر فيها، هو تلت الحجم ولا تلت المحتوى؟ فدي حاجات بتدرس بدقة علمية. صحيح. شديدة جدا. ولازم نتأكد من الأمان، وتتأكدي كمان أن الجرعات اللي محتاجينها لهذه الفئة اللي هي ملايين تكون متوفرة. صحيح. طيب احنا الاعداد، اخر عدد امبارح كان 946 اصابه جديده، وكان عدد الوفيات 68 حاله وفاه. ما زلت بقول وانا شايفه انه نسبه الوفيات كبيره جدا بالنسبه لعدد الاصابه. تفسير حضرتك ايه؟ اقول لك بقى يعني تفسير هذا. اولا، عدد الاصابات اللي بيعلن ده الاصابات التي سجلت في وزاره الصحه. نعم، بمعنى ان في حالات اخرى كثيره بتعالج خارج هذا الاطار. نعم، ودي معروفه للناس كلها. الحالات البسيطه والمتوسطه مش محتاجه دخول مستشفيات. دي نمره واحد. نمره اثنين، ان هذه الوفيات ما بتكونش نتيجه يوم واحد، لان سيادتك العيان اللي يعني اللي ربنا قدر ان يتوفى
هو عيان في الرعايه المركزه او على جهاز تنفس صناعي بقاله اسبوعين او ثلاثه او اكثر، فالوفيات بتاعت النهارده لا تمثل النهارده بس، لكن قد تمثل بدايه الموجه الرابعه اللي هي بقالها فتره زمنيه. فدي عمليه تراكميه، يعني اذا كنا بنتكلم على 85% من الحالات بتشفى بالعلاج المنزلي او المتابعه المنزليه، فانت عندك 15% 10% منهم بيخش المستشفيات و5% بيتحطوا على اجهزه التنفس الصناعي، وغالبا هم دول اللي بيحصل منهم الوفيات. طيب فاحنا مش ما بنعملش كورليشن او بنحسب النسبه من عدد من 900، لا ده النسبه اكتر من كده، بمعنى ان ما اقولش 60 واحد ماتوا من 900، لا قد يكون 900 دول اكتر بكتير، وانا زي ما قلت لحضرتك. تمام. لكن اللي توفى توفى الى رحمه الله. لكن رصد كل الحالات في ظل علاج حالات كتيره جدا في المنازل بيكون العدد اكتر من النسبه المعلمه. تخلص امتى الموجه الرابعه يا ست الوزير؟ والله احنا نتمنى تخلص بكره، بس احنا لسه في ما وصلناش ذروه الموجه الرابعه. لم نصل لذروه الموجه الرابعه. لا، عشان توصلي الذروه لازم يثبت العدد عده ايام ويبدا في النزول. أيوة. زي بالظبط الموجه ما بتطلع لفوق خالص وترجع تنزل. نعم. زي الموجه فعلا. نعم. انما لسه ولسه الوباء عالمي. أيوة. ولسه دول كتيره بتتكلم على موجه خمسه وفي حالات كتير في كل العالم، فما نقدرش نحكم دلوقتي. طبعا التمنيات لحضرتك وتمنياتي وتمنيات كل الناس انها تخلص، ونتمنى من هذا قريبا ان شاء الله. يا رب، ربنا يلطف بينا. طيب بما ان احنا داخلين وحضرتك شايف الجو، يعني التقلبات الجو عامله ازاي، ازاي علشان برضو الناس في نفس الوقت فكره لا نهول ولا نهون، ازاي سيادة الوزير الناس تفرق ما بين دور البرد او الحساسيه وما بين كورونا؟ شوف سيادتك، هي الكورونا التهاب فيروسي، والانفلونزا الموسميه التهاب فيروسي، فالاثنين التهابات فيروسيه والاعراض متشابهه كثيرا جدا، والاثنين امراض معديه، والاثنين محتاجين تطعيمات. فسيادتك بما اننا في زمن الكورونا وفي موجات للكورونا المنتشره ووباء عالمي، كل حاله لازم اشك فيها، لان مفيش حاجه تقول 100% الكورونا، والذي يستطيع ان يضع احتماليه الفرق هو الطبيب مش المريض. لكن المريض عندما عنده اعراض لازم يقول للطبيب الاعراض اللي عنده ايه، وقد يحتاج منه بعض التحاليل او بعض الاشاعات عشان يوصل لتشخيص نهائي. وفي كلتا الحالتين هم الاثنين مرض معدي، هما الاثنين بينتقل من الانسان للانسان، هما الاثنين ممكن يكون بسيط وممكن يكون شديد. انا بتعامل مع هذه الحاله وذاك الحاله على انهم حالات مشتبه فيها تتحط تحت الحجر المنزلي او العلاج الطبي ضروري والمتابعه الدقيقه. لكن مفيش حاجه تفصل، ما فيهاش فصال، يعني الحته دي مهمه جدا جدا عشان ما فيش حاله تعدي او يحصل لها مضاعفات من غير مهم. يقول لك لا اصل انا متعود على دور البرد ده بيجي لي كل سنه، قد يكون مختلف. لكن زمان زمان، لكن احنا دلوقتي في الوباء. طيب هل تم تعديل في البروتوكول؟ البروتوكول يا فندم هي طريقه علاجيه بيقعد فيها مجموعه من الخبراء يناقشوا ايه الادويه المتاحه لهذه الحاله ودرجاتها المختلفه، وعندما بيبقى في دواء جديد او في طريقه جديده او في استفاده اكثر بتجربه الكلينيكيه والسريريه بتطبق. فهو نظام علاجي محدد يطبق، ودكتور المعالج بيقدر يتعامل مع الحاله، كل حاله حسب ظروفها، اللي عنده ضغط واللي عنده سكر واللي عنده امراض اخرى يديله العلاج المناسب. فالبروتوكول ما هو الا خطوط عريضه للتعامل مع الحاله المرضيه، وطبعا بيتعدل حسب ظروف الحالة وحسب توفر الأدوية وحسب وجود نظام علاجي جديد قد يساعد فيها. سيادة الوزير، دول كتيرة أعلنت عن ظهور دواء، مش لقاح، دواء بمعنى دواء. الموقف العالمي وصل لفين، والموقف بالنسبة لمصر من مسألة دواء؟ موقفنا جميل جدا، وموقفنا كل ده عارفينه كويس قوي ودرسناها كويس جدا، وهم الحقيقه ثلاث انواع من الادويه اقراص. هي انواع يعني من انواع
أدوية الفيروسات السابقة، لكن حصل فيها تغير عشان تشتغل على هذا الفيروس، وتوصلوا لحد دلوقتي هو لسه ما خدتش فاينل أبروفل من الـ FDA ولا من الجهات الطبية العالمية. أيوة. في تجارب كلينيكية حتى لم تنشر حتى الآن. نعم. لكن بس اللي عايز أطمن عليكي، إحنا لحظة بلحظة مستوعبين. كنت في اجتماع امبارح 4 ساعات عشان هذا الموضوع. نعم. وبس عايز كمان أديكي خبر مهم جدا. ياريت. إن بعض هذه الأدوية سوف تصنع في مصر قريب، إنما هي أدوية بتستخدم. بعض هذه الأدوية ستصنع في مصر قريبا إن شاء الله. تمام. أدوية بتأخذ بالفم عشان تحد من المرض شوية. ولحد دلوقتي هم بيقولوا إنها بتقلل الحاجة إلى دخول المستشفيات وقد تقلل الوفيات. فإحنا بندرس هذا الكلام علميا وفنيا وإحصائيا حتى نجيزه في مصر إن شاء الله قريبا. علاج يعيش يعني كل احنا متابعين كل حاجه لحظه. اكيد لحظة. انا بس بيهمني انه بتقولي في اراس ومش فاكسينات وبتاكدي على هذا، فانا بس بطمن حضرتك ان احنا برضو متابعين كويس هذا. اكيد اكيد، بس انا عايزه برضو تبقى المعلومه للمواطن. يبقى قريبا بالضبط. قريبا تصنيع دواء لعلاج كورونا في مصر ان شاء الله بعد علاج بعض حالات الكورونا، احط تحتيها 3 خطوط. وهذه العلاجات بتستخدم في الحالات البسيطة اللي معاها حاجة قد تؤدي إلى مضاعفات، عشان بس مش لأن إحنا بنقلق الناس تروح كل واحد عايز ياخد الدواء ده، هل ممكن ياخده ولا لا؟ يعني في بعض هذه الأدوية لا تؤخذ للحوامل ولا متوقعات الحمل ولا المرضعات ولا حتى للذكور اللي هيبقى في حمل لزوجاتهم بعد. فالموضوع يعني موضوع علمي وفني دقيق عشان ما حدش يحلو له اديني علبة من الدواء ده. ايوه. لما احنا ما قلناش اسماء ولا دواء الحمد لله. مش حضرتك. بشكرك سيادة الوزير. بشكرك. تشرفت بمداخلة حضرتك. بشكرك.